بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيكم في درس جديد هنتكلم فيه عن الـ API Gateway. درسنا من الدروس النظري ومش مطلوب مننا في الامتحان اننا نعرف غير النظري، وفي الغالب لو انت مش ديفلوبر فمش هتتعامل مع الـ API Gateway. بس كراجل بتعمل سوليوشن على امازون ويب سيرفيس لازم تبقى عارف عن الـ API Gateway عشان تتكلم عنها في الاركتكت بتاعك وتقنع بيها الناس اللي هتشتغل معاهم لو هم فعلا محتاجين الـ API Gateway في شغلهم. طيب قبل ما نتكلم على امازون API Gateway خلينا نعرف الاول يعني ايه API Gateway، لانه في حاجات كتير بتقدم الـ API Gateway، او نقدر نقول ان السيرفيس دي مش خاصة بامازون بس، انت ممكن تجيب حاجة زي كونج Open Source API Gateway وتعمل لها Implementation وتحطها على سيرفر عندك وتبقى هي الـ API Gateway للسيرفيسز بتاعتك. طيب الـ API Gateway عبارة عن بوابة، ورا البوابة دي بيكون في مايكرو سيرفيسز، واللي ما يعرفش المايكرو سيرفيسز ببساطة شديدة هو انك تقسم الابليكيشن الكبير بتاعك وتخليه من مجموعة من المايكرو سيرفيس، وكل مايكرو سيرفيس منهم ليها وظيفة معينة. يعني خلينا مثلا ناخد امازون دوت كوم كمثال. كلنا عارفين ان امازون دوت كوم بيبيع سلع، سواء كانت سلع الكترونية، كتب، او اي حاجة تخطر على بالك هتلاقيها على امازون. طيب امازون بتستخدم المايكرو سيرفيس، فتلاقي مثلا المنطقة اللي بنعمل منها الاوردر دي مايكرو سيرفيس، والمنطقة المسؤولة عن شحن المنتج ليك دي برضو مايكرو سيرفيس، وعندنا مثلا المنطقة اللي فيها الريفيوهات اللي الناس بتحط فيها ارائها عن بايع او عن سلعة دي بتبقى مايكرو سيرفيس. وكل المايكرو سيرفيسز دي بتشتغل مع بعض عن طريق الاي بي اي كولز، وبتطلع لليوزر في الاخر امازون دوت كوم. طيب انت كيوزر بتدخل من الموبايل ابليكيشن بتاعك او بتدخل من الكلاينت بتاعك على امازون دوت كوم، فبالتالي الكلاينت، خلينا نقول ان الكلاينت هنا هو الموبايل ابليكيشن لامازون دوت كوم، فهنا الابليكيشن بتاعك هيعمل اي بي اي كول علشان يعرض لك بيانات او معلومات معينه عن السلعه، وهنا بيجي دور الاي بي اي جيت واي. الاي بي اي جيت واي بيكون عليها كل الاند بوينت للمايكرو سيرفيس. يعني الاي بي اي جيت واي عارفه ان لما يجي لها كول عايز السيرفيس للشحن هيوديها على المايكرو سيرفيس بتاعت الشحن، ولما يجي لها اي بي اي كول، الاي بي اي كول ده عايز الريفيوهات اللي الناس كاتباها عن السلعه او البايع، الاي بي اي جيت واي هتودي الكول دي للريفيو سيرفيس، وكل ده هيرجع لك وهتشوف امازون دوت كوم بالحاجات اللي انت عايزها من الموقع على الكلاينت بتاعك. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا بشكل سريع عن الاي بي اي جيت واي وعرفنا عن ايه اي بي اي جيت واي، خلينا نتكلم على الاي بي اي جيت واي من امازون ويب سيرفيس. كالعاده امازون واي كلاود بروفايدر بيقدم لك كل حاجه مداره او كمانج سيرفيس، وفي حالتنا امازون بتقدم الاي بي اي جيت واي كسيرفيس، فبتشيل من عندنا جزئيه ان احنا نهتم بعمليه الاداره والصيانه للاي بي اي جيت واي. يعني لو انت استخدمت حاجه اي بي اي جيت واي اوبن سورس زي كونج هتحتاج ان انت تعملها انستليشن وكونفيجريشن، وتحتاج ان انت دايما تدير المينتيننس بتاعها. لكن على امازون ويب سيرفيس انت بشويه ضغطات بالماوس من الداشبورد هيبقى عندك اي بي اي جيت واي جاهزه للشغل. طيب خلينا نشوف كده مع بعض رسمتين ونشرح عليهم شويه الامازون ويب سيرفيس اي بي اي جيت واي. الرسمه الاولى احنا بنتكلم دلوقتي على ابلكيشن. الابلكيشن ده خلينا نقول ان هو بيحول السي في بتاعتك لبي دي اف وبيخليك تقدر تعمل لها داونلود. فعندنا هنا عندنا الاي بي اي جيت واي، ورا الاي بي اي جيت واي عندنا مايكرو سيرفيس للبروفايل. البروفايل ده اللي هو بيبقى البروفايل بتاعك اللي فيه اليوزر نيم بتاعك وشويه معلومات عنك، وبعد كده عندنا سيرفيس ثانيه، السيرفيس دي هي اللي بتحول البي دي اف بتاعتك مثلا من وورد لبي دي اف، وبعد كده بترفعها على اس اس 3، وبعد كده بتديك لينك ان انت تعمل داونلود ل البي دي اف. انت دلوقتي على الموبايل ابلكيشن بتاعك وبتعمل كول ان انت عايز تحول ملف وورد للبي دي اف، فالكول ده بيروح للاي بي اي جيت واي. الاي بي اي جيت واي عارفه الاند بوينت للبي دي اف مايكرو سيرفيس، فهتحول الكول بتاعتك للمايكرو سيرفيس. المايكرو سيرفيس دي ممكن تكون لامدا فانكشن او ممكن تكون اي سي 2 على امازون ويب سيرفيس، مش شرط انها تكون لامدا فانكشن بس. بعد ما الكول بتاعتك هتروح وتعمل المهمه اللي انت المطلوبه منها ان هي تحول السي في بتاعتك من وورد للبي دي اف، بعد كده هترجع لك الكول دي بلينك تقدر تعمل منه داونلود للسيره الذاتيه بتاعتك بالبي دي اف. طيب امازون ويب سيرفيس بتتيح لك ان انت تستخدم الكاشينج مع الاي بي اي جيت واي، وده اللي هنشوفه مع بعض في الرسمه الثانيه. ان انت لو عندك يوزر بيعمل او اكتر من يوزر بيعمل نفس الكول لنفس المايكرو سيرفيس، فبدل ما هو كل شويه يروح للاي بي اي جيت واي وبعد كده يروح للمايكرو سيرفيس
وبعد كده يرجع الاي بي اي جيت واي ويرجع الكلاينت، بنحط كاش في النص بحيث ان اي حاجه هنا متكيشه من قبل كده كريكويست مش هيروح للمايكرو سيرفيس، هيرجع على طول الاي بي اي جيت واي وهترجعها للكلاينت. طيب ليه احنا ممكن نستخدم امازون ويب سيرفيس اي بي اي جيت واي؟ سعرها مناسب ومش محتاج اديرها زي لو هستخدم جيت واي اوبن سورس او ان انا هديفلوب جيت واي بنفسي. البرفورمانس بتاعها كويس جدا، ان انت تقدر تعمل دمج ما بين الاي بي اي جيت واي والكلاود فرونت بحيث ان الاي بي اي كولز تحصل من اقرب سي دي ان على الكلاود فرونت للكلاينت بتاعك. يعني لو الكلاينت بتاعك موجود في امريكا والسيرفر بتاعك موجود في ايرلند او السيرفيس بتاعتك موجوده في ايرلند، فبدل ما الكول هتحصل على من امريكا لايرلند، لا هتحصل على اقرب كلاود فرونت ايدج اللي موجوده في امريكا، فبالتالي الريسبونس تايم هيبقى اسرع. تقدر تدمج الاي بي اي جيت واي بكلاود ووتش وتقدر تعمل مونيتور للاي بي اي وتشوف كل اللوجز اللي انت محتاجها. وبكده نكون وصلنا لنهايه درسنا. شكرا لكم على متابعه الدرس واشوفكم في الدرس الجاي باذن الله.